The fifth grade, unit 2, lesson 4 and 5. هنشتغل مع بعض آخر lesson عندي في اليونت وهنبقى خلصنا اليونت بتاعنا. Writing مهارة الكتابة عندك a sports biography. يعني إيه؟ هناخدها دلوقتي تفصيلا إزاي تعمل زي ما نقول إيه؟ زي CV كده لشخص رياضي. البروجكت بتاعك water pollution، تلوث المية. أول كلمة عندي كلمة أولمبيك يعني أولمبي، أثليت يعني رياضي، water pollution يعني تلوث المياه، amazing مدهش، champion يعني بطل، prize يعني جائزة، تايكوندو اللي هو التايكوندو، biography اللي هي السيرة الذاتية، wildlife حياة برية، competition يعني منافسة، و competitor يعني منافس، competitor. effects يعني آثار، old people اللي هي الناس العجوزة أو الناس كبيرة السن، training تدريب، sports person شخص رياضي، وهي هي كلمة athlete، sports person هي هي athlete، الاتنين نفس المعنى. water bodies مسطحات مائية، bodies دي جمع كلمة body جسم، water bodies يعني مسطحات مائية، garbage يعني قمامة، harmful يعني ضار أو مؤذي، مراكن يعني مغربي الجنسية، against يعني ضد، future مستقبل، waste water يعني إيه waste water؟ waste يعني يضيع أو يهدر، وبتيجي بمعنى فضلات، waste water يعني مياه الصرف، waste لوحدها معناها يهدر أو فضلات، water يعني مية، waste water يعني مياه الصرف. chemicals مواد كيميائية، organisms يعني كائنات حية، successful يعني ناجح، ريو أولمبيكس اللي هي دورة تيلو بتاعت ريو بتاعت الأولمبيات، therefore يعني نتيجة لذلك، agriculture يعني زراعي، sink يعني حوض، solutions يعني الحلول، causes أو causes يعني أسباب، causes أو causes يعني أسباب، causes أو causes، destroy الماضي بتاع destroyed، join joined، contain continued، avoid avoid، win won، become became، lose lost. With special needs يعني ذوي احتياجات خاصة، at the age of في عمر كذا، compete against يعني يتنافس ضد، famous for مشهور به، win a medal يفوز بجائزة. هوقف التسجيل وهنبدأ حس. خد بالك من الملحوظة دي، إن أنا لما أجيب كلمة سبورت يعني رياضة، وسبورتس يعني رياضات، بس لما أجي أجيب الصفة بمعنى رياضي فأنا بحط إس آخر كلمة سبورت، بقت سبورتس بيرسون شخص رياضي. سبورتس هنا معناها رياضي صفة. ايه اسمها دي؟ بدأوا صفحة بقى كام الفترة يعني؟ دي إن هما إيه؟ يجيبوا لكم الأولاد اللي هي متفوقة دراسيا ورياضيا، ويكلمك عن البايوجرافي اللي هي السيرة الذاتية بتاعتك. Who the famous sport person is؟ مين الشخص الرياضي اللي مشهور ده؟ ابدأ دي قراية صفحة كام؟ صفحة page 88 88. ابدأي قراية يلا يا بتول. روان عبد الله، محمد افتح المايك، افتح الكاميرا بس، وروان عزام تفتح الكاميرا، أبدأ. وروان عزام مش قلت افتح الكاميرا، ابدأي يلا نمبر 1. هدية ملاك is a famous Egyptian مش ايجيبشن، taekwondo بصي player. بصي بصي يا بتول، مش Egyptian ايجيبشن، ايجيبشن، ايجيبشن. taekwondo Egyptian taekwondo player. She is one of the two people who people carried the Egyptian flag Egyptian as مش Egyptian Egyptian
Egyptian. Egyptian flag at the Tokyo Olympic. طوكيو؟ Tokyo Olympic لا، أولمبيك. Games. أولمبيك. Olympic Games in أما أجي أقرأ السنة يا شباب، لا إما هقرأها آلاف، مئات، عشرات، آحاد، يعني هقرأها كده من الشمال كده آلاف، وبعد كده مئات، وبعد كده عشرات، وبعد كده آحاد، أو إن أنا هقسمها لرقمين 2021. 20 يعني 20، 2021 21 يعني 21، أو أقول لك 2021، 2021، أو أقول لك 2021. الكل بيفضل اللي هي أقراها رقمين، دي رقمين. أوكي، this is amazing. 2021 بيقول لي هدية ملاك دي ولا هدية ملاك؟ هي لعبة تايكوندو مصرية مشهورة، وهي واحدة من الشخصيات اللي رفعت علم مصر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو سنة 2021. This is amazing، ده شيء مدهش. يلا يا مليكة. هدية began. He began practicing. taekwondo at the age of 7 and won many prizes at the age of 14. 14 teen 14 15 16 19 teen 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 t t t y 40 يعني 40 14 14. She won the bronze medal at the Rio Olympics in 2016. 16 teen. She also won the bronze medal in Tokyo in 2021. اوكي. يلا يا محمد، الصفحة اللي بعد كده بيقول لي بقى ان هدية ملاك دي، لو احنا ترجمناش، اتولدت في يوم 21 ابريل 2000، 1993. بدأت تلعب التايكوندو هي عندها 7 سنين. انا كده بتكلم عن السيرة الذاتية. اتولد امتى؟ بدأ يمارس الرياضة امتى؟ الجواز اللي هو حصل عليها. بدأت تمارس رياضة التايكوندو هي عندها 7 سنين، فازت بجوائز هي عندها 14 سنة زي الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية بتاعت ريو 2016، وفازت بالميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو 2021. يلا يا محمد. محمد وعمر، هقول لمحمد استوب وانت هتكمل. Hidden is a very هدية kind. هدية Hidden is a very kind person and person person person. In 2016, برافو. she helped helped and help Morrison مراكن Morrison and Zenit athlete athlete was a special special need zero راجا Roger Garmish رجاء Rosa قرميش. Garmish رجاء Rosa قرميش جارمش رجاء قرمش رجاء هاد كمل رجاء هاد ها had on نو only نو no no only two no two one no one no one to compete compete against against. بيقولي ثواني against يا محمد،
هدية دي شخص طيب جدا. سنة 2016 هي ساعدت الرياضية المغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي اسمها رجاء قرماش، وما كانش في حد تتنافس قدامه رجاء قرماش ده، ما كانش في حد خالص داخل في رياضة التايكوندو من ذوي الاحتياجات الخاصة. كمل يا عم. سو سوهيد هدية هدية become her became became her competitor competitor and lost رجاء could رجاء could therefore Therefore, when the gold medallia and it medal was medal not medallia medal medal and it was a very special 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 moment moment for her. her يعني ليها. هدايا شخص لطيف جدا. في سنة 2016 ساعدت الرياضية المغربية اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي اسمها رجاء قرميش، ما كانش عندها حد تتنافس ضده، فراحت رجاء دي تنافس ضدها وخسرت. رجاء سوري هدية تنافس ضدها وخسرت، يعني اللي خسر هدية واللي فاز رجاء. لذلك استطاعت رجاء الفوز بالميدالية الذهبية، وكانت لحظة مميزة جدا. قدرت بقى رجاء ان هي تفوز بالميدالية الذهبية، ودي كانت لحظة مميزة جدا ليها. لو انا عبد اللطيف مش لحظة. What does هدية لا do الأول now؟ وات هدية ويل دو نيكست، هدية هتعمل ايه بعد كده؟ مش فاهم. اوكي. What هدية will do next؟ What does هدية do now؟ She is practicing practicing hard. She really wants to win a gold medal. medal. هي عايزة ثانية. تنافس تاني، وعايزة وبتعمل بجد، بتتدرب بجد علشان تحصل على الميدالية الذهبية. تعالى نيجي هنا عند مهارة الرايتنج، ازاي تكتب سيرة ذاتية. نعم هدية خسرت عشان تكتب رجاء، ولا هي رجاء اللي كسبت؟ لا، هدية خسرت ورجاء كسبت، ورجاء خدت الميدالية الذهبية. طيب اما اجي اكتب سيرة ذاتية عن حد، هنقول مثلا محمد صلاح، يبقى لازم في اول جمله بقول اسم الرياضي اللي انا هتكلم عنه، فاقول ايه؟ محمد صلاح is a famous player. He was born on، هو اتولد في شهر كذا. حد عارف تاريخ محمد صلاح؟ لا، هو عنده حاليا 30 سنة أو 31. لا يا عم، محمد صلاح كان عشريناتي، مش عارف. لا، مش في العشرينات، عنده 38. 38 سنه يا راجل؟ لا، ما عندوش 38 سنة، لا يا عيال، هو محمد عنده صلاح مش 30 38 سنة. سنة. لا 30 أو 31. ده شب عشريناتي، هتلاقي 29 اخره قوي 30 دي. المهم احنا مش عارفين عنوان ايه، يعني تاريخ ميلاده امتى. المهم انت هتكتب التاريخ بتاعه. he began او she began practice، واكتب الاسم الرياضة اللي هي لعبتها او اللي هو لعبها at the age of، والعمر اللي بدأ فيه. يبقى تاني الحاجات دي بتتحفظ، فاكرين لما حفظنا الحاجات بتاعة الميل، الحاجات دي بتتحفظ. اول حاجة بقول اسمه، بقول هو مشهور بإيه أو هو لاعب مشهور في إيه. تاني حاجة بقول اتولد إمتى. تالت حاجة بقول هو بدأ يمارس الرياضة دي أو يتدرب عليها وهو عمره كام سنة، فدول هيتحفظوا. خلاص بعد كده بقول هي أو شي واز ذا فيرست، كان أول حد يعمل إيه. هي أو شي سكسسفول بيكوز، هو نجح لأنه إيه. هي أو شي وان، فاز بإيه، ميني برايسز مثلا، ذا برونز ميدل، ذا جولد ميدل. لو انا مش عارف محمد صلاح فاز بايه مثلا، انا هتكلم عن محمد صلاح، هقول هي وان ميني برايزز، وحصل على العديد من الجوائز. يبقى حضرتك تجي لي بقى دلوقتي احفظ لي اول 3 جمل دول كتابه، سمعهم دلوقتي، مش هقول لك العربي بتاعهم، نقول لك سمع فانت تبدا تسميع. يعني اكتب اسم اللي فاز احفظوا الشخص. كلمه نقط is a famous نقط player، لانه مش شرط يجي لك محمد. نعم. بعد كده هنحفظ ونقول he is also kind and friendly.
I think he or she will become the most famous player. جملتين دول بختم بيهم. لأي لاعب. He is also or he is kind and friendly. و I think he or she will become the most famous player. جملتين دول برضو هيتحفظوا. دول بختم بيهم. حد ياخد الشاشة كده سكرين شوت ويبعتها على الجروب. يا قولي يا عمرو. انا خدتها سكرين شوت بعتها. اه بعتها على الجروب. يلا يا جرمين اقرأي لي كده. شريف، شريف عثمان. اللي هي القطعة ديت اه اقرأها كلها. اه شيف عثمان، شيف عثمان علي صوتك بس لان صوتك بعيد قوي قوي يا جرمين. شيف عثمان شريف عثمان، مالك انت قافله الكاميرا ليه؟ is a famous شريف عثمان is a famous athlete. athlete. ها He won many races. He prizes can prizes prizes. He can compete compete in important competitions. Important important competition. competitions. بيقول ان شيف عثمان ده هو He رياضي برضو مشهور، وهو فاز على العديد من الجوائز، وهو بيقدر وهو قادر ان هو ينافس في منافسات مهمة. يعني واضح ان هو القوة عنده او تمكنه من اللعبة بتاعته هو قوي جدا فيها. He wants He wants to win new. هو ما بينطقش نيو على فكرة، لاحظ كده في الأفلام بيقول لك نيو new نيو medals نيو مش نيو 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 new medals in the future. His sports is ويت ليفتنج، حمل الأثقال أو رفع الأثقال. His parents many hours 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 training training every day. hours. هو قضى ساعات كتير بيتمرن خلال اليوم. يلا يا معيز تلوث الهواء. وين هرمن هرم فورو اه كيميكال جو انتو ووتر بيت لايك ريفر ليكس اند water bodies like rivers, lakes and seas. ليكس اند سي. وي سيل ذس we بولوشن. call ايه we مستشفى call نحن ندعي او نسمى this water water pollution. Water pollution can kill organisms that kill live organisms. life. Kill organisms that live in the water. Live in the water. Such eh? Live in the water. That live the, in the water. روان Such عزام كملي. such as يلا يا روان such as لو انا مش سامعاكي. احنا وصلنا هنا such as fish birds and crabs.
روانا ولا رومان عزام؟ روان عزام. بس معلش بس انا مش لاقياها خالص. انت مش لاقي صفحة اصلا عندك؟ طب اقري خلاص من هنا، من ال صفحة 91. اقري يا ماما من هنا. it can also، السطر الخامس اهو اخر كلمة. it can also. ماشي. It can also kill birds. But it the fish water. Fish. Water Fish pollution. water. A pollution can Cues او cause. cause animals Cause اصح. Cause. Animals. to lose their homes Homes. and homes and change their habitats. Habitats. بيقول لي ان ما بيحصل تسرب المواد الكيميائيه المضاره دي على المسطحات المائيه زي الانهار والبحار والمحيطات، فده بيلوث المياه وبيسبب تلوث المياه، وممكن المياه الملوثه دي تقتل الكائنات الحيه اللي بتعيش في المياه دي زي الاسماك والطيور والسلطعون اللي هو الكابوريا. بيقول لي كمان ان ان ممكن يقتل الطيور اللي بتاكل الاسماك، لان السمك سام، فلما ياكلوا الطير يتسمم ويموت. بيقول لي يمكن ان تسبب تلوث الماء في فقدان الحيوانات لموطنها وتغيير بيئتها. مش انتوا خدت ان كل حيوان ليه بيئته وليه موطنه؟ لما يحصل كده الموطن بتاعه يتدمر فتتغير البيئات والايه والمواطن بتاعت الايه الحيوانات. causes او causes water waste water from sinks toilet and showers، مياه الصرف اللي من التويلت او من الاحواض او من الاستحمام. waste water and chemicals from factories، المياه مياه الصرف والمواد الكيميائية من المصانع. waste water from agriculture land and cities into river، مياه الصرف من الأراضي الزراعية والمدن والأنهار. كل ده بيصب في المياه، إيه اللي يحصل بقى؟ الإفكتس بتاعته إيه؟ dirty water can make children and old people ill، مياه قذرة أو مش نظيفة ممكن تخلي الناس الكبيرة والأطفال مرضى. polluted water destroys wildlife in rivers، المياه الملوثة دي تدمر الحياة البرية اللي موجودة في الأنهار. طب الحلول بتاعها بقى، السولوشن، save as much water as possible، نرشد استهلاك المياه أو نحافظ على المياه. take shorter showers، ناخد دش قصير مش طويل. avoid running water، نتجنب ترك المياه مفتوحة، يعني ما تسيبش الحنفية مفتوحة وتقعد ترغي يا بتول. never throw garbage in or near a lake or beach، ما ترميش القمامة بالقرب من بحيرة أو بالقرب من شاطئ. الواجب بتاع حضراتكم صفحة 92 و93، والبهوات اللي ما كانتش حلت الواجب قبل كده تحله. الحصة الجاية إن شاء الله أنا مش هعمل حاجة غير إن أسمع وامتحن وراجع على اليونت 1 و2 إن شاء الله.